بالمذيعة المتألقة رضوى حسن. مذيعة بتقدم برنامج يلا بينا على الراديو 90 90. من صوتها بحس انها واحده من عيلتي. اهلا بيك يا رضوى. اهلا بحضرتك استاذ محمد. فارق معاك انك مش شايفانا ولا خلاص مع الوقت بتشوفي كل واحد صح؟ والله يا استاذ محمد لا خلاص بقى، يعني مع الوقت الدنيا بقت بالنسبه لي واضحه جدا، يعني الحمد لله خلاص، لا ما بقيت واخده على الموضوع تماما يعني، ومتاقلمه معاه تماما جدا. ايه اكتر حاجه بتعملها الناس معاكي او مع ذوي القدرات وبتضايقك قوي؟ والله اكتر حاجه انا بحسها يمكن بتضايقني وبتضايق ناس كتير هي ان الناس للاسف ما عندهاش وعي انه احنا ناس عاديه، ما فيش فرق خالص بيننا وبين اي حد طبيعي. انا مش محتاجه معامله خاصه ولا اي حاجه، بالعكس انا محتاجه احس ان انا حد طبيعي جدا جدا. وعجبتني جمله من كلام حضرتك، يعني ان حضرتك بتقول ان دي حلقه يعني هنفرح كلنا بيها، ما قلتش هم هنفرحهم مثلا، فانا مبسوطه جدا بالجمله دي. انا نفسي بس الناس تبقى عندها وعي اكتر ان دول ناس عاديين جدا وطبيعيين جدا، يعني مش مختلفين زي ما اتقال في المسرحيه. انا مختلف؟ لا 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 خالص خالص. طيب ما انا واقفه مع حضرتك اهو بنقدم سوا، ما فيش مشكله خالص. اي ما فيش مشكله خالص. لقيتي صعوبه يا رضوى عشان تشتغلي وتثبتي نفسك كمذيعه؟ لا كمذيعه الحمد لله ما لقيتش صعوبه، يعني أنا موجودة في مكان محترم، في كيان محترم جدا اسمه الراديو 90 90. لازم يعني أستغل وجودي مع حضرتك وأشكر إدارة الراديو 90 90 إنها هي إدتني فرصة زي دي. وأول كلمة قالوها لي أنتِ موجودة هنا عشان تستحقي تبقي في المكان مش عشان أي حاجة تانية، ودي الكلمة اللي فرقت معايا لغاية دلوقتي. طبعًا. إيه السؤال اللي تحبي تسأليه للكابتن إبراهيم حمد؟ انا نفسي اسال كابتن ابراهيم كذا سؤال بصراحه، يعني ازاي كسبت محمد صبحي مثلا؟ اتفضلي. انا نفسي اسال كابتن ابراهيم ينفع انا اتعلم بينج بونج ولا لا؟ سؤال عايز اعرف اجابته. ده انت حرقتي لي سؤال ليه هو بجد. اتفضل. هو احنا اتعودنا ان مفيش حاجه في حياتنا اسمها مستحيل، فتقدري تتعلمي بينج بونج من خلال صوت الكوره.